زوز رجال جايبين معاهم زوز بنات. هي تبكي تعيط امام امامه. لا صغار مو صغار مو مش كبار، تاع 16 15. عسلامة، أنت سي صالح؟ هاي ناهي هو أنا بعثوني جماعة حبيبات على حكاية مع من الحلو. لا من الحلو؟ شكون بعثك بالضبط؟ جماعة لا علنا فيهم، فما حلو ولا لا؟ فما حلو، مريق الأستاذ. على شنو قاعدين يحكيو؟ شنو يقصدوا بكلمة مع من الحلو؟ وشنو علاقة الحلو بالدار اللي يحكي عليها السيد هذا؟ علاش الحديث ما بيناتهم فيه برشا حذر؟ معمل الحلو اللي كانوا يحكيوا عليه لهم تاع غريبة ولا بشكوتو، أما الكلمة هذه هي كلمة سر. لا يغريب يجي يسأل على قصيرات بنات صغار أعمارهم ما تتجاوزش 16 سنة باش يهزوهم يخدموا في الديار. السمسار الكل تعرف معنى الكلمة هذه، كلمة تخليهم ينجموا يثبتوا من الشخص اللي جايهم. هل أنه صحيح حاجته ببنات صغار باش يخدموه، ولا هو شخص غريب جاي باش يكشف السوق هذه؟ الشيء اللي يخلي من كلمة السر تشكل تأمين لهم باش ما يتكشفوش. المقابلة اللي كنتوا تشوفوا فيها أحداثها صارت في معتمدية فرنانة من ولاية جندوب، منطقة تبعد قرابة 180 كيلومتر على تونس العاصمة، منطقة معروفة بخضارها وجبولاتها ومعروفة زادة بالرياض اللي فيها. لهنا وين فاطمة كيما باش نسميوها اتهزت في عمرها 13 سنة من المنطقة هذه، بعد ما وافقوا عائلتها ونسقوا مع سمسار ولد نفس الجهة انها تمشي تخدم معها. ما فما حتى خيار، والخدمة باش تكون معينة منزلية في واحدة من الديار بالعاصمة. العائلة موافقة بعد ما نسقت وقبضت من سمسار اللي هو بيتو زادة، اقبض الفلوس من عند مولا الدار. اسوام البنات الصغار تتقاس حسب بدنها، كل ما يبدا بدن الطفله كامل يخلي السوم يطلع وتطلع معاه سمسيره الوسيط، ما انه هكا الطفله تنجم تقوم بخدمه دار كامل من غير ما تتشكى من حتى تعب. اسوام السمساره تبدا من 150 دينار وتطلع حسب الحاجه والوقت اذا كانك مزروب، وبالطبيعه زاده حسب المظهر الخدمه وحتى الكرمه متاع الشخص اللي تخلى الدشر وجاي يلوج على بنت الصغار. هوني في القرية هذه جزء من البنات الصغار اللي عمرهم من 12 سنة حتى ل 16 سنة. إذا جاء السمسار وجاب معاه سوم باهي للطفلة وللعائلة، ينجم في نفس النهار هذاك تتهز الطفلة من وسط عائلتها، وهذا اللي صار قدام وليد، واحد من الناس اللي شافوا على عينيهم زوز بنات الصغار أعمارهم بين 11 و 12 سنة يتهزوا زوز من وسط عائلتهم بعد ما باهم قبض الفلوس من عند السمسار وركبهم في كرهبة مولا الدار. زوز رجال جايبين معاهم زوز بنات، بنات صغار، واحدة تعمل يمكن 10 سنين الأخرى أكبر شوية. كهرباء بون بلص هبطوا منها زوز رجال عندهم لي بادج متاعها معلقين. تصور أنت ما نعرفش في أي إدارة وقتها هم الأربعة ونص ولا الخمسة وسيون سينيك ومعلق البادج متاعه الواه ما نعرفش في فرنانة بالذات، وإحنا معناها باينين معناها اللي هما غرباء على الجهة. طلعوا هما في الكهرباء خدموا جاوا ماشيين. عيطت أنا لواحد منهم معايا الأولاد، عيطت لواحد منهم قلت له شكونك أنت؟ قال لي سمسار. إيوا هذا شكون؟ وقال لي بنتي. هي شنو هو مبعثهم؟ قال لي ماشي تخدم. قلت له مشي معايا المركز. قال لي لا ما نمشيش. في يمشي معايا في ما نمشيش. قلت له تعرفش كيفاش هاني مش نطلب لك. بعث واحد من الاولاد قلت له برا مشي امشي يجري برا عيط البوليسيه خاطر المركز قريب. قلت له يا رسول الله ما تحشمش تو طفله صغيره كيفنا هكاكا بنيه صغيره عمرها 10 سنين وبعثها معناها وطبعا في بنتك تخدم ما نجمتش انت صحه بدنك هكا تخدم لاباس عليك هكا لاباس بصحتك. وليد تدخل وحب يوقف الكهرباء اللي كانت هزه البنات وما حملش يراه قدام عينيه الزوز بنيات صغار يتبعوا. لكن اللي يصير وانه وليد باش يتشد
ويولي متهم في قضية كعقاب ليه بعد منعه النقل زوز بنات. يتعر سامي في الدولة التونسية ويهز بناية عمرها 9 سنين و11 سنة أظن من بعد عرفنا الأعمار متاعها. اليوم يهز بنياته كي يمشي يخدم معاينة منزلية ونلقوا روحنا احنا متهمين. انفا نلقى روحي محكوم ب4 شهور حبس. انا واللي معايا لزوز معتز وعصام. عمليات النقل متاع البنات الصغار ما تقفش في المنطقة هذه. واللي صار قدام وليد ما هو الا حالة من بين الحالات اللي قاعدة تتكرر كل جمعة. ثم شكون يبعث بناية الدار تخدم فيها جمعة جمعتين تعاود تفصع منها ما عاش النجم نخدم فيها تمشي يبعثها لدار واحدة أخرى عبارة بيع وشراء يبعي يبيعها اليوم يعاود يرجعها ويعاود يبيعها مرة ثانية ويعاود يبيعها مرة ثانية. الطقس مغيم. هذه منطقة ولاد ذي فلة من ولاية جندوبة ما تبعدش برشا على معتمدية فرنانة اللي كنا فيها. كيلومترات صغيرة تفصلنا على أول الطريق للحدود الجزائرية. المنطقة هذه تعاني من تهميش كبير. مصادرنا تقول اللي برشا عائلات من هنا عطاو بناتهم للسمسارة ما انه لا نجموا يصرفوا عليهم ولا حتى على رواحهم. الشيء اللي يخلي الفقر اللي تعيشه المنطقه هو اول خيط يرميوها السمساره للعائلات باش يطمعوهم بشويه فلوس ويهزوا من عندهم بناتهم الصغار. سمساره البنات الصغار موجودين في كل بلاصه. يكفي انك تسال عليهم وتحكي للي يعرضك انك حشتك ببنيه صغيره تعاونك في الدار وهكا الوسطاء متاعهم باش ينعتوك على السمساره اللي يتعاملوا معاه يبعثوك باش تحكي معاهم والغادي وين باش يقيسوك ويتأكدوا انك صحيح جاي تفركس على بنات الصغار باش يخدموك مش باش تبلغ عليهم ولا تسقسي على السوق. سمسار نجم تلقاه في القهوة كي من هذا ولا في حانوت العطار وحتى على حافة الطريق. اسألنا السمسار هذا لانه ينجم يدبرنا بنيات الصغار باش يعاونونا في اقرب وقت. خاف شوية لكن دوب ما حكينا له انه قادرين ندفعوا له المبلغ اللي حشتوا به. اللغه تبدلت وقبل باش يوفر لنا طلبنا. نجم ندبر لك من نهارين ثلاثه نكلمك وعضلنا نتاعك. شهرين ما تعطيش وياك وغرو بيك وتعطي شهرين مسبق ما تعطيش. نزلتي واش تعطي تسبق 50,000 ولا 40,000 ولا كذا مصروف بيا الحاجه مش عليك راه الشهر صب لهم انا تاعك. والله العظيم ماذا بيا اول حاجه 15 ماذا بيا من الغد بعد غد تكون عندك البنايه. وهذا سمسار اخر كيعرف لي نحن غراب على المنطقه قرب منا. وش بدل الحديث معانا وحده باش يدبر لنا بنيه صغيره في العمر. كيما كنتو تشوفوا السيركوي كبير برشا حذر في الموضوع هذا وبرشا خوف كي تطلب منهم انه تقابل البنيه قبل ما تهز معك. الكلهم فرد كلمه ونفس الجمله قاعده تتعاود من كل سمسار. تروح لداركم وتتوصلك البنيه لدارك. ما حبيناش نكملوا ندوروا برشا في الجهه بما انه العينين الكل ولت برشا علينا خاصه وانه الطلب متاعنا قابلين باش يوفروا هنا لكن بشرط وحيد انه ما نقابلوش البنيات توا. اما زعما باش نجموا نوصلوا لوحده من البنات الصغار اللي عائلتها قابلين انهم يخدموا في عمر صغير ولا المهمه المره هذه باش تكون صعيبه. باه قداش عمرها هي؟ قداش عمرها؟ باه اوكي. التسمسير في البنات الصغار ما يقفش في الجهة هذه برك. أما الحديث على قرية صغيرة تتبع ولاية بنزرت لكنها بعيدة برشا على معتمدياتها. قرية اسمها بازينة تابعة لمعتمدية جومي. هي واحدة من أكثر المعتمديات. هذه سوق بازينة برشا حركة وناس تبيع وتشي. المقابلة الأولى باش تكون مع واحد من السمسار اللي مستانس يقعد في القهوة هذه لكن دوب ما رانا وش بدنا له على حكاية البنات الصغار ادخل بعض وقام. لا بنات الشغل اسمع
وانت كلمة واحدة ما يستجد ما يحكي ما يستجد يتسكر. علاش قام يسيح؟ علاش هز روحو قام؟ يظهر انه مش هكا تدار الامور في بزنة. انا راني جاي نلوج على بنية تعاوني ومعناها لازم فهمت؟ عودنا نسقنا من نول وجديد وفهمنا انه مقابلتنا للسمسار في القهوة فيها اختر علي اذاك علاش قام دوب مارانا. وفهمنا زادة انه تجوزنا مرحلة مهمة في السيركوي هذا واللي هي مقابلة الوسيط الاول. لازم نحكيه مع وسيط ونعطيه طلبنا. هو بيدو اللي باش يحكي مع السمسار اللي عنده الخيوط وعناوين العائلات اللي عندهم بنت صغار. وهذا اللي صار. ان نضمن لك معناها تجي تهز دول تقصد رب طايرين بالحسين الفاميليا معناها جارانتي معناها ناس واولو دافين. لصقنا مع فتحي سمسار في بازينة وتفاهمنا نقابلوه. المقابلة باش تصير هون. استنيناه وهكا كانت المقابلة. يعني نعطيك العمر قداش حاجتي كيكا؟ هاك بيه انا حاجتي من 13 كيكا 14 15 سنة طفلة صغيرة ما صغيرة هي ما بكار لو كبيرة تبداش تعرس ولا دفن عرس لو ولا حاجة حتى على عيني نبدأ مرتاح. اعطيك المروي وصلت نشوفني من بازين ولا من جومين وخوي ونكلم طبعا نكلم هنا فهمت ونكلم هذا مفيد صغار يا صغار ومش كبار قداش كيكا العمر؟ تاع 16 15 فهمت اي المفيد صغار اي صغار اي لاشين كلمك باه انت استاذ ديما تدبر هكا اي نضبط انا مش ماقدرش من مره يجيني واحد نضبط لك فهمت هي البلاصه هذي شنو هو؟ جومين هذيك العمر من 13 سنة حتى ل 16 سنة السوم 170 دينار وبالطبيعة إذا عجبتك البنية تنجم تهزها معك بالوقت الخيط بدا من فتح اللي باش يوصلنا لسمسار آخر يتعامل معاه وفي النهار اللي وصلنا فيه السمسار اللي قابلناهم عندهم ثلاثة عائلات تحت ايديهم طلبنا واضح انه نتحصلوا على بنية صغيرة في العمر جيب من قطري وجيب من كيف وجيب حتى من جربة وجيب من كل بلاد السمسار هزنا للدار الاولى اللي كانت بعيدة برشا على الدشر وموجودة في جبل هذا هذه الحالة متاع الدار اللي دخلنا له دار يظهر انها تعيش في فقر كبير كي حكينا معاه المرأة موافقة يكفي انه بنتها اللي عمرها فوق ال 14 سنة انها تروح من السوق باش تحكي لها الحكاية المرأة كبيرة في العمر وتعيش وحدها هي وبنتها الصغيرة اللي يظهر انها موصية فتحي باش يخدمها السمسار قاعد يهز فينا من دار لدار ومن بر لبر في العادة هو اللي نسق مع العائلة طول من غير حضور الكليون لكنه قاعد يتبع فينا بعد ما فهمناه انه مزروبي اذاك علاش هبطنا معاه باش نقوموا بالمهم احنا في طريقنا المنطقة يسميوها الخناتش قريبة من منطقة بازين الدخول ما ينجم يكون كان على السقي اذاك علاش مشينا مع السمسارة باش نقابلوا العائل والبنية اللي باش تخدم حسب كلام السمسار هذا العمر اللي حاجتنا بيه متوفر في الدار اللي باش نقابلوه والمطلوب دوب ما نتفاهموا معاه نخلصوا السمسار على البلاصة ونعطيو عربون زادة لأم الطفل دخلنا وحدة وحدة للدار قعدنا في الحوش السمسار هو اللي جبد المرأة يحكي معاه على جنب ولهنا وين قابلنا الطفل هذه الطفلة اللي باش تخدم في الدار قصت على قرايتها في عمر صغير وهذه ثاني مرة لها باش تخدم كمعينة منزلية ما انها كانت تخدم في وحده من الديار 250 دينار بركه. الطفله عمرها بين 14 و15 سنه. حبينا نحكيو شويه مع الطفله وسالناها اسئله عاديه باش نعرفوا هل انها تعرف تنظف وتطيب وتغسل ولا لا. تعرف تطيب شويه؟ تعرف تنظف؟ نعرف نقدر نتفاهموا معاها هي مدام؟ نتفاهموا معاها الفقر مخي. والحاجة مخيبة الأم كانت مستعدة أنه بنتها تجي معانا بالوقت لأنه بالنسبة لها الطفلة باش تدبر فلوس الروح والعائلة زادة وهذه النقطة اللي قاعدين يلعبوا عليها برشا سمسارة من المنطقة هذه الفقر والاحتياج هو اللي يخلي أكثر من عائلة من المناطق هذه مستعدة أنها تسلم في بناتها
في عمر صغير برشا باش يخدموا في الدار ويتحملوا تعب وشقة باش ينجموا يصرفوا على رواحهم ويعاونوا دارهم اللي في الدشر. برشا وجيعة ريناها على وجوه البنات، وبرشا وجيعة زادة ريناها على وجوه العائلات. كيفاش ناس غرباء تجيب كل بساطة بكرهب باش تنجم تبيع وتشري في بناتها؟